السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تحضر معنا لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يأتي كل جديد. فتن مقبلة كما أخبر عنها الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يتعجب الإنسان عندما يسمع أخبار بلاد إسلامية تحارب الدين الإسلامي للأسف الشديد، محاربة علنية جهارا نهارا من غير خجل ولا حياء، وتطعن في دين الله، وتطعن في نبي هذه الأمة، وتطعن في زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك البلاد المغرب. المغرب بلد إسلامي، ودستوره ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. ملك البلاد يحمل صفة أمير المؤمنين، والأغلبية الساحقة من السكان الذين يتجاوز عددهم 30 مليون نسمة يدينون بالإسلام، لكن للأسف تخرج منها طوام. قبل كم يوم تصريحات الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بن علي يعلن أن المغرب سينتقل من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة مجتمعية ليبرالية. عن تأييدنا للتوجهات التي تخدم مصلحة الناخب المغربي في هذه المرحلة الدقيقة التي انتقل فيها المغرب من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية ديمقراطية اجتماعية. وكلكم تعرفون إيش الليبرالية، ليس حديثنا عن ذلك. قبل سنة غيروا المناهج وأدخلوا ثقافة اليهود وتاريخ اليهود كتعليم للمناهج الدراسية. وآخر طامة، نص جاء في مقرر دراسي تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، موضوع يتحدث عن زواج القاصرات، ويستخدم اسم عائشة رضي الله عنها، والذي يحيل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يتكلم بكلام طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يتكلم بصورة غير مباشرة عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة. لنقرأ ماذا يقول الكلام. انتزعت عائشة من بين لعبها وسلمت لرجل ينتمي لقبيلة والدها. طبعا هذا حديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بين، أخذوها وجهزوها للنبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت. تتكلم عن طريقة زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، وينتمي والدها من قبيلة، طبعا أبو بكر الصديق قريشي ورسول صلى الله عليه وسلم قريش. ثم يذكر أنه لم تلتقي به إلا بعد ما تزوج، وزوجها يكبر عنها 28 سنة طبعا، ويذكر أن هذا من عادات القبيلة، وأن البنت لا ترى زوجها إلا في بيت زوجها. يعني طعن وغمز ولمز في محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، على أساس أن هذه القاصرة مسكينة انظلمت وأدخلوها في جو هي ليس جوها. أنا أطرح سؤال واحد فقط على هؤلاء اللي ذرة عقل ما عندهم عندما قاموا بهذا الشيء. الآن لو كانت عائشة قاصرة وتم التعدي عليها وظلمها وتزويجها بالغصب، وأن هذا العمل كان باطل وغير لائق، أليس من باب أولى عائشة هي من تذكر هذا الشيء؟ أنت تأتي تدافع عن من؟ تدافع عن امرأة هي لا ترى أصلا هذا الشيء خطأ، وما ذكرت أصلا هذا الشيء؟ أنت بصفتك ماذا تأتي وتحشر نفسك في شيء لا ناقة لك فيها ولا جمل، غير أنك، لا أقول إلا أنك منسلخ عن دينك. يعني هذه عائشة التي تصف
زواجها وحبها وتعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتصف العلاقة الحميمة بينهما رغم فارق السن يسبقها وتسبقه. مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، لم تذكر ولا رواية حتى كاذبة عن أن هذا العمل لم يكن عملا إنسانيا. نمشي معكم على تفكيركم السقيم، ولم تتضمر ولم تعاتب ولم تذكر أي شيء من هذا اللي أنتم تذكرونه في كلامكم. لا، وفي منهج دراسي يدرس فيه الأطفال. إلى ماذا تريدون أن تصل؟ أن تبعدوا الناس عن الإسلام؟ لا والله أبدا، هذا الدين منتصر وسيبقى منتصر بعز عزيز وذل ذليل، شاء من شاء أبى من أبى. دين الإسلام قائم والله هو حافظه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم من ضمن الأسئلة اللي يعرضونها، اذكر لنا أو بين لنا نوع الاعتداء اللي تعرضت لها عائشة ومن قام بذلك. عائشة تعرضت لاعتداء؟ إذا كانت تعرضت لاعتداء، لماذا لم تذكر لنا عائشة رضي الله عن هذا الاعتداء؟ أنتم الآن تأتون بعد 1400 سنة تدافعون عن عائشة؟ خبتم والله وخسرتم وخاب سعيكم وانكشف ضلالكم ونفاقكم. قبل سنة طبعا بإعلان من وسائل إسرائيلية عن نية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وبحث العلمي في المغرب تغيير مناهج دراسية لتشمل التراث والتاريخ اليهودي. تريدون أن تظهروا اليهود على أنهم أمة مسالمة، أمة خير، أمة صلاح؟ هذا مناقض للقرآن. لليهود صفات نادر أن تجتمع تلك الصفات في غير اليهود، ولشدة خطرهم أفرد لهم القرآن الكريم مساحة واسعة لم يخصص لغيرهم. ولا تجد صفة من صفات اليهود في القرآن إلا وتستحضر ذهنك عشرات الأدلة من التاريخ القديم والوسيط والحديث على حقيقة قول القرآن وقول المولى عز وجل. الآن تأتي وتدرس للناس تاريخ وثقافة اليهود؟ تاريخهم كذب، تاريخهم غدر، تاريخهم غش، تاريخهم خيانة وإنقاض الوعود. من صفاتهم معرفة الحق لكن كتمانه، والتواصي فيما بينهم على ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ هؤلاء هم اليهود الذي أنت تريد أن تلمعهم، ويشكو من ذلك كل من خالطهم مباشرة. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس إلا نقيرا؟ والنقير هو نقطة سوداء في أعلى نواة التمر، والواقع خير دليل على ذلك. أما أكل أموال الناس بغير حق من ربا واحتيال وخداع بشتى صوره فهم سادة العالم في ذلك، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تأتون وتلمعون صورة اليهود في مناهجكم، والله سبحانه وتعالى لعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. تتكلمون عن أي ثقافة من ثقافاتهم؟ الجبن. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. المهم عند اليهودي أن يحيا حياة ولا يهمه أي حياة. في معارك كثيرة يذكرون لنا أيضا الذين خاضوا معارك مع العرب كيف كان قادتهم يربطونهم بالجنازير داخل دباباتهم حتى ما يهربون في الحروب. جبناء. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون.
هذه هي ثقافتهم. يعني صراحة لا أدري يعني إلى أين تريد أن تصل بعض البلاد الإسلامية. تريد الشعوب تنسلخ؟ قد تحققون شيئا من مآربكم. ثم عن أي ثقافة تتكلم لليهود؟ خيانتهم للعهود؟ هم يقولون لا يوجد وعود مقدسة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. أما تحريفهم للكلام سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو مقروءا فهذا حدث ولا حرج. لا أدري إلى أي شيء تريدون أن تصلوا يا من تحاربون هذا الدين. لن تفعلوا ولن تفعلوا، وما زال في الأمة دعاة خير وشباب خير وشيوخ خير ونساء خير يدافعون عن هذا الدين، ولو بكلمة ولو بنصيحة ولو بتوجه، والدين باق إلى يوم القيامة. اللهم اصلح حال بلاد المسلمين، اللهم رد قادتهم إليك ردا جميلا، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل المنافقين ومن يريدون الشر لهذا الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.